عصبية جدا جدا. هذه العصبية تخليه وهو بيتكلم يبلع هوا، بيقول محاضرة، بيقول خطبة، بيتكلم مع واحد وهو متعصب جدا بطريقة ما متصورة، يبلع هوا في المعدة، تلاقي معدته بعد هذه المناقشة قد كده. تمام؟ هذه الظاهرة ظاهرة عصبية، يعني واحد عصبي تلاقيه بعد محاضرة يبتدي ايه، يتعب جدا جدا عشان الهوا اللي دخل في المعدة. نمرة ثلاثة، عادة سيئة جدا، عادة سيئة جدا يا ريت كلنا نبطلها، مياه غازية وانت بتاكل. يقول لك اصلا انا ما بعرفش اكل الا لما اشرب مياه غازية. مين قال لك كده؟ او يقول لك انا اصلا احب اتكرع بعد الاكل. طب ما دي بواخة، يعني تاخد مياه غازية عشان تكرع؟